بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأعظم الله لكم الأجر في ذكرى استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وواقعة الطف الأليمة صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وسائر المؤمنين إن شاء الله من الذين تشملهم شفاعة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ونقتبس من قبس النهضة الحسينية المباركة أمر في غاية الأهمية وهو البعد الإنساني في النهضة الحسينية وكيف استثمر هذا البعد في النهضة وكما تعلمون أن النهضة ابتدأت من زمن مبكر قبل عاشوراء يعني قبل عاشوراء عام 61 للهجرة هناك تمهيد لها والحدث الذي وقع في سنة 60 للهجرة بخروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وثم من مكة متجها إلى الكوفة وجعجع به إلى كربلاء وحدثت واقعة كربلاء الأليمة لكن هناك ترددات لهذا الحدث المهم وصاحب الزمن من عام 61 للهجرة شهر محرم 61 للهجرة وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من الأيام ما بقيت بمشيئه الله سبحانه وتعالى. من المعلوم ايها الافاضل انه الانسانيه بتاريخها لم تكن معيشه الانسان فيها سهله وبسيطه وخاليه من المشاكل، بالعكس تماما هناك كثير من المشاكل التي رافقت الانسان، هذه المشكلات متنوعه منها ما يخص نفس الانسان، هذه الحاله الانسانيه ومنها امور خارجيه تعالج بعناوين أخرى سنتطرق لها إن شاء الله تعالى خلال قبسات من النهضة الحسينية مما رافق الإنسان من المشكلات واحدة من أفرادها المعروفة أن هناك كان ضغط ضغط الإنسان على الإنسان الآخر أو ما يصطلح عليه بظلم ظلم الإنسان للإنسان الآخر وكان له أوجه متعددة على سبيل المثال مثلا إنسان يستعبد الإنسان الآخر يجعله عبدا وفي خدمته ويسخره لخدمته ولكن بشكل مجحف يعني خارج حدود المقبولة عقلا فإن العقل يحدد للإنسان تلك المناطق الفطرية التي تكون مراعية للمصالح العامة يستقرها العقل بشكل فطري ومنها مثلاً الفصل العرقي وتمييز الطبقات بين الناس وبشكل ظالم ايضا. منها مثلا استغلال المراه بشكل سيء واستغلال الاطفال بشكل سيء منها مثلا ان تكون الموارد مخصصه لفئه ما او يستحوذ عليها فئه معينه وتترك الفئات الاخرى فقيره جائعه وهناك حقيقه يكون معنى الظلم عام بمجتمع كامل او بالمجتمع الانساني ككل مر التاريخ بمثل هذه الامور ناهيك عن القتل والحبس والسجن ومصادره الحقوق بشكل ظالم يعني اقصد ليس بتلك العقوبات التي يحددها القانون. هذا ما رافق الانسانيه على طول خطها ممكن انه المحطه التي سنقف عندها كشروع هي عندما جاءت الرسالة المحمدية على صاحبها وآله صلوات الله وسلامه جاءت تحدد القوانين التي تجعل هناك درع وترس يحمي المجتمع من النفوس الظالمة من النفوس الصغيرة في حقيقتها لكنها تسلط بقوة ما ممكن أن تكون هذه القوة الانسان يصنعها حتى يستحوذ على حقوق الاخرين طمعا في الدنيا ولذلك جاء الخطاب الديني اولا يبين ان هذه الحياه هي ليست كل الحياه هذه جزء ما من من الحياه وسيكون هناك جزء اخر او اجزاء اخرى ممكن لا متناهيه في الحياه القادمه. هذا من المبادئ الدينيه الاساسيه. فهناك امل كبير زرع في قلوب المستضعفين لا نقول الضعفاء وانما نقول من المستضعفين حيث انه جاءت الشريعه قالت له ان هناك امل اخر وحتى اذا وصلت الحياه بك بشكل ظالم الى مكان مظلم سيكون هناك فرج قريب وليس بعيد هكذا جاء النص القراني حدد طبيعه العلاقه بين الانسان والانسان بمجموعه من القوانين، هذه القوانين جاءت بها الشريعه بحيث انها توافق تماما مصالح الانسان وتبعد عنه او عفوا تبعد عنه المفاسد التي ممكن ان يتعثر. فيها في حياته ومسيرته الحياتيه. هذا الى ان وصل الامر الى بدايه الشريعه وقلنا انه هناك صار النص الشرعي المقنن لحياه الانسان بحيث يحافظ عليها. ثم جاء هذا النص الشرعي مشروحا بالسنه، طبعا السنه فيها امر تاسيسي ليس فقط شرح للقران، هناك أوامر تأسيسية جاءت في السنة وهي من نفس التبيان الذي أراده الله سبحانه وتعالى في الشريعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه موصوف في غاية الإنسانية ما هذا الوصف؟ يعني رعاية لحق الإنسان في العيش الكريم، حق الإنسان في عيش كريم مقنن يعني ليس فوضوي، وإضافة إلى ذلك هناك قواعد أساسية أسسها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكانت مفتاح لتطبيق فعلي خارجي لما أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان من خير، مثال هناك مواثيق عقدت في المدينه المنوره هناك حاله من التآخي جاءت بأوامر من المصطفى صلى الله عليه واله ثم في مرحله ثالثه جاء الخلافه للنبي صلى الله عليه واله فان الامر لم ينتهي بوفاه الرسول صلى الله عليه واله. بل أن هناك خلافة واستمرار للأوامر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جاءت هذه الخلافة خلافة أقصد الخلافة الشرعية الخلافة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وامتداد للأمة هناك إشارات واضحة يعرفها جميع من وصف بالاسلام بانه مسلم يعرف جيدا انه لا يفضل على اهل البيت احد ابدا وكان هناك سيدهم امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسلم كان رمزا للانسانيه وكان يحقق بشكل فعلي هذا الامتداد الانساني اينما حل واينما كان حتى عندما نقل الخلافه من المدينه الى الكوفه كان هناك نفس تأسيس الإنساني مشابه له تماما ومطابق له لأن الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة وبقيت القواعد الأساسية بشكلها الأمثل و التأسيس الذي كان عند أمير المؤمنين حتى بإنتقالاته الحربية في البصرة في غيرها كانت تماما مراعية لحقوق الإنسان في كل تفصيلة من تفصيلات التي تكون علاقه بين الانسان والاخر او علاقه الانسان بنفسه